السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد وفي شرح جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راح اوريكم طريقة تشغلون بها بابجي موبيل بدون لاج او تعليق. نبدأ على بركة الله. يعني اول شغلة تدخل للجيم، تروح لهون، تروح للستيتشينج، تنشدر شوية، يعني تطلع لك هذه الايقونة، تروح لهون. نتكلم عن الشغلة الأولى، يعني لو عندك حاسوب يعني قوي خليها ديريكت إكس بليز، لو عندك حاسوب شعبان خليها سمارش مود، يعني في كلتا الحالتين خليها سمارش مود أحسن. هذول الخاصيتين هذول تفعلهم لما يكون عندك الأس إس دي، لو ما عندك خليهم بدون تفعيل. هذه الخاصية تفعلها يوم يكون عندك يعني كارت شاشة خارجية، لو ما عندك كارت شاشة خارجية لا تفعلهم. هذه الخاصية تفعلها يعني تخفف من الجيم. نجي عند الخاصية التالية، يعني تخليها كلوز، يعني في الميموري تخلي 4 جيجا لو عندك الرام 8 جيجا او 6 جيجا، وتخلي 2 جيجا لو عندك الرام يعني 4 جيجا. يعني في الاغلب اللعبه ما تاخذ 2 جيجا في الميموري، يعني اقصى شيء. في البروسيسور تخليها 2 لو عندك كور اي 3، لو عندك اقل من كور اي 3 خليها 1 او خليها اوتو احسن. لو عندك اي 5 يعني تخليها 4، لو عندك فوق تخليها 8. بعدها تروح للريزوليشن، ريزوليشن تروح ل ريزوليشن ديكرون، تشوف يعني انا عندي الحين 1366، اروح هون اسوي 1366. لو ما عندك، لو مو ظاهر الكالتي اللي عندك يعني تروح لهون وتكتب الكواليتي اللي عندك انت. مثلا انا عندي 1366 بخليها 160، عندي اقل من 366 اخليها 120. يعني لو عندك فوق 366 يعني تبدا خطوه بخطوه، تخليها 320، عندك 1900 تخليها 480 اقصى شيء. بعدها نروح للجيم، لو عندك يعني كارت شاشة قوية تخليها HD 1080، لو عندك يعني تعبانة شوية تخليها 720. هنا في ديسبلاي كواليتي تخليها اوتو احسن. لو عندك طبعا كارت شاشة قوية ومعالج قوي يعني خليها HD. بعدها تسوي سيف، تخرج من الجيم، تدخل من جديد، يعني بتشغل ان شاء الله بدون تعليق او لاج ان شاء الله. كما ترون يا شباب اللعبة شغالة عندي 100 100 كما يقولون، يعني بدون تعليق او شيء الحمد لله. يعني في بعض المرات تعلق الجيم يعني طفي الحاسوب وشغله من جديد، هذا هو الحل. بس كان هذا هو الشرح يا شباب، لا تنسوا من اللايك والاشتراك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.